أو انظري إلى هذا المكان، هذا مدهل. ما هذا الشيء؟ هذا باب. واو، لن تذهبي. أو حقا سأسبقك. صحيح أنني بدأت بالمشي حديثا لكنني سريعة. لا أعتقد ذلك. أو ابتعدي، لا تلمسيني، لا تلمسيني. آه، ماذا الآن؟ أو تبا، هذا مقزز. صباح الخير يا مايا. أو هل اختبار الرياضيات هذا اليوم؟ لا أعرف إجابة أي من هذه الأسئلة، لكن لا بأس. أو حقا، سأكتفي بالانتظار هنا. آنسة مايا. ياي، من هذا؟ النجدة. ها، سأخذ هذا. تفضل خذ هذا. أو لا. أو لا، إنه يأخذني. حسنا حسنا، توقف. يا إلهي. أوه. حسنا، القبعة من فضلك، أنا بحاجة إليها للتنزه على الشاطئ. هل أحضرت ملابس سباحة خاصتي؟ شكراً لك. شراب الفاكهة المفضل لديك والذي سيأتي حالاً. حسناً، تفضلي بالهناء والعافية. لذيذ. ودان، انتظريني. حسناً، أنهيت القصاصة الأخيرة. من الأفضل أن أدون هنا. أهلاً أمي. اعذريني، لكن المكان متسخ جداً. وما كل هذا الهراء؟ لم أرى شيئاً كهذا من قبل. الكتابة صغيرة جداً. حسناً، لسنا بحاجة إلى هذه النفايات. أمي، ماذا تفعلين؟ لا يمكنني قراءة هذا الآن، إنها مغطاة بالتراب. لا أصدق أنك فعلت هذا. عزيزتي، سأحل هذه المشكلة. بضع دقائق وينتهي الاختبار. هل انتهيتم؟ مرحبا، اعذريني. لكن علي تنظيف المكان. هي، انتبهي للفرشاة. هل تريدين هذا؟ فعلا امي، هذا صحيح. حسنا، انحني قليلا. اجل، ممتاز. لا تتحركي بسرعة، سأتفوق في هذا الاختبار. اجبت السؤال الخامس. انظروا الى كل هذه النفايات. متى نظف هذا المكان اخر مرة؟ الأم هي المنقذة. سيصبح هذا المكان نظيفاً عما قريب. أو مهلاً، أجل، ماذا يحدث؟ مهلاً، لا تتحركي. أو لا، بالطبع لا. لست بحاجة إلى أن أصحح اختبارك. أنت راسبة بالفعل. لقد حاولت. هذا سيء جداً، أكره حياة الفقراء. يا لها من نهاية أسبوع مملة. من وضع هذا الورق المقوى في حاوية النفايات؟ حتماً يمكنني الاستفادة منه. لنرى، هذا المكان مناسب. سأفتح الصندوق قليلاً. حسناً، وماذا الآن؟ أنا لا أغادر المنزل أبداً بدون مشرف الورق. لحسن الحظ إنه حاد للغاية. ماذا علي أن أفعل الآن؟ أنا بحاجة إلى هذا الجزء منه. وعند الانتهاء من قص هذا، يمكنني فتحه بهذا الشكل. إنه بحجم مناسب لي. لكن أشعة الشمس قوية جداً. الحل هو السقف الجيد، وسأستخدم شريطاً لاصقاً أيضاً. أمل أن يكون هذا متيناً بما يكفي. سيكون من الرائع إضافة لون آخر هنا وهنا أيضاً. هل ترون التصميم؟ إنه جاهز! هذا هو منزلي الصغير، أليس جميلاً؟ لنرى. أو لا، أرجو ألا يهطل المطر. يا إلهي، لا يمكنني أخذ قسط من الراحة. إيفا، إيفا، إيفا. انتظري يا عزيزتي، أمك قادمة. انتظري قليلاً فقط. ها أنا ذا. واو، شكراً جزيلاً يا أمي. الجو بارد جداً.
كنت أنجح. أشعر بالإرهاق بعد تصفح وسائل التواصل لفترة طويلة. لا بأس، سأقرأ كتابا مثلما كنت أفضل في الماضي. مهلا، هل هذا مقلوب؟ لا أدري، أنا أستسلم. مرحبا. تفضلي. اثنان من ثلاثة. لقد فزت. جيد. أنت سريعة. خذ هذا. أوبس. هاي، بدأت المعركة الآن. انتظر، سأتحقق من حسابي على إنستغرام. حسناً، لقد سئمت من هذا. يونكتي، هذا ليس جيداً. لا يزال لدي المزيد. يا له من لباس داخلي مضحك. حسناً، لن أخسر هذه المرة. لقد غيرت رأيي. الجو حار هنا، لكن المطر الأخضر يلطف الجو دائماً. متى تناولت الطعام آخر مرة؟ أيها الخادم؟ يا إلهي. نعم أم لا؟ لا، ودان. آنستي؟ ماذا يوجد هنا؟ بيض ساخن؟ إنه ساخن جداً. حسناً، انتظري، لقد وجدتها. هذا المكان بارد جداً اليوم. ما هذا الصوت؟ لا تؤذيني أرجوك. وداعاً. اخترت هذه بعناية. ضعها هنا كما تريدين. إنها جميلة بالفعل. أعتقد. حسناً، إنها فاخرة. أنا لا يهم، ماذا يوجد هنا؟ لا أصدق، هذا رائع. إنها الشوكولاتة المفضلة لدي، وأخيراً بيضة تعجبني. سيكون بخير. أمي، أشعر بجوع شديد. دعيني أفكر، انتظري قليلاً، لدي هنا بعض البيض الطازج. ألا يبدو هذا رائعاً؟ بالطبع هذا رائع. أمي لا، لا تفعلي هذا. البيضة، انظري إليها وهي تحلق. أمسكت بها. لقد أمسكت بها. لقد خفت كثيراً. هل تصدقين ما حدث؟ لم تتعرض حتى لأي خدش. هي، لقد وجدتها. كان علي أن أحضر سترة. برد، البرد شديد. لا، ليس البيضة. أنت متجمدة كالجليد. لكنني أنقذت البيضة. لقد تجمدت ولم تتعرض للكسر. أترين؟ يمكنك فقط إزالة القشرة. إنها صلبة من الداخل وكأنها مسلوقة، لكنها ليست كذلك. استخدمي سكيناً حاداً لتقطيعها. انتبهي لأصابعك. ثم سأضعها في وعاء كهذا. لا تقلقي، لن تبقى نيئة. ستصبح ساخنة عند التعرض للحرارة. انظري إليها وهي تنضج، وكأنه لدينا الكثير من البيض النيء هنا. إنها جاهزة. حسناً. دعيني أتذوق القليل منها. ماذا كنت سأفعل بدونك؟ شكراً يا أمي. أهلاً أيتها الأنيقة، تفضلي. عذراً. استمتعي بوقتك. هي، وأنا أيضاً. هذا ظلم. أنا رثة الملابس. هي، أين عثرتي على هذه الملابس؟ إنها قبيحة، لكن أعرف كيف لي أن أساعدك. أترين هذه الأكياس؟ هذا؟ استعدي للدهشة، ستحصلين على فستان جديد بالاستعانة ببعض الربطات والعقد. هذا رائع، لكن لا نريد أن تكون رائحتك كرائحة القمامة. هذه الرائحة هي المفضلة لدي. لنجرب هذا مجدداً. هل يمكن لصديقتي أن تدخل؟ أنا أرتدي فستاناً. حسناً، تفضلا، استمتعا. لم أدخل من قبل مكاناً كهذا.
من كان يظن أن البلاستيك أنيق للغاية؟ أبدو راقية جداً. هل استعجل ما يؤكل هنا؟ هدف! إنها جديدة! وليمتي لهذه الليلة! هل يمكنك مساعدتي؟ ما رأيك بتفاحة؟ وداعاً! كما أن روحها كريمة! يبدو هذا الكاب كيك شهياً! لا تحدقي بي! هل أنت جاية؟ تفضلي، خدعتك! كما لو أني سأقدمها لك مغفلة! أوه، حياة الشارع! طفح الكيل! حان الوقت لتلقينها درساً! لتصبح الغنية فقيرة والفقيرة غنية! ماذا؟ ماذا يحدث؟ هذا أسوأ يوم في حياتي! على عكسي! انتهت مهمتي! وداعاً! أشعر بملل كبير! أريد أكلة خفيفة! يا خادم! تعال! قلت تعال! يبدو أني لوحدي! أهلاً! هل هذه ثلاجة؟ ابتسم لي الحب! سأفتحها الآن! يمكنني أكلهما! من وضع لب التفاحة في الثلاجة؟ إنها فاسدة! يمكنني عضها؟ لابد أني فقدت صوابي! أوف. سأكلها! أين اختفت؟ فأر! لقد سرق قمامتي! من الجيد أن لدي المزيد! سأكل أي شيء من الجوع! سأموت من الجوع! أجل، لا شيء هنا! ربما إن أغلقت عيني! لا شيء! أنا أتحقق فقط! ليس لدي خيار آخر! عادة ما أضعها على النقانق! لكني سأشربها اليوم! هذا الشراب اللاذع! كلا، لا تفتحيها! هل من طعام هنا؟ أنت من نصيبي! أجل! ماذا يحدث هنا؟ إنه لا يتوقف عن الرنين! يا إلهي! من هنا؟ كلها لي؟ قد تعود على هذا؟ أنا أحب التفاح! هل شكي مقبول؟ تحتاج قدمي إلى بعض المساعدة! هل توجد أي أحذية هنا؟ سمعت أنك تبحثين عن أحذية! خذي! شكراً يا رجل القمامة! هل يوجد أي شيء أنظف؟ الفأر! أظن أنهما أفضل من لا شيء! لكنهما متسقان للغاية! الأوساخ عالقة على الحذائين! لا أقوى على تنظيفهما! قد ينقذني هذا الشيء! مزيل المانيكير يزيل البقع! سأسكب القليل على مسحة قطنية وأفركها على الحذاء المتسخ! كيف أنتهي؟ أصبحا يلمعان من النظافة! يا للروعة! هل يمكنك تنظيف هذا الزوج؟ نظف بنفسك! لم أنم جيداً البارحة! لا! رجاءً لا تكن ما في بالي! ماذا يحدث هذا لي؟ يزداد هذا اليوم سوءا وفظاعة! يجب أن أزيله! هل سأستفيد من شيء هنا؟ سأتناول هذه اللقمة! توقف! هذا الطائر يدمر حياتي! سأنتقم منه! أنت أشهى وأنت مشوي!
حل الصباح؟ الضوء ساطع هنا. أوه، هل هذا فطوري؟ شكراً، أنا جائعة. هل تحبين أكل المناديل؟ لحظة، دعيني أساعدك. من الأفضل أن تضعيه هنا. كان ذلك محرجاً. شكراً. تبدو شهية. طعمها حلو. شوكتك. يبدو أنها أعجبتك. تملكني الجوع ولم أقاوم. تبدو أظافري جميلة. المعذرة، أنا أحاول كنس المكان. حقا، هل أنت تزحزحي من مكانك؟ حسنا، سأتحرك. سأكل موزة أثناء الانتظار. إنها طيبة. حسناً، كدت أنتهي. لا أحتاج القشرة، تعالي وخذيها. لا أحد يرد علي. أنا أسقط. أوف، ماذا حدث للتو؟ أرى نجوم الظهر. هذا بسببي. ماذا يحدث هنا؟ أنا آسفة. حقاً؟ هذا التصرف وقح. سنجعلها تدفع الثمن. لم تنظفي هذا المكان. أجل هنا. هذا أسوأ يوم في حياتي. كل هذه الملابس عندي. حان وقت الأكل. هذه ثالث وجبة اليوم. أجمل هذه الكوكيز. القليل من الوسخ لا يضر. كيت، لا، مقامك أرفع من ذلك. لا تلمسي قطعة الكوكيز. أنقذتك. هل أنت بخير؟ لا حاجة لكل هذا. المسي وارتاحي. لقد تعبت كثيرا. فكرين، لا مشكلة. كلا، أرجوك، أنا مصرة. اشربي هذا الحليب. يسعدني تنفيذ أوامرك يا سيدتي. حسناً عزيزتي، هذه كل مستلزماتك المدرسية. استمتعي بيومك الدراسي. حسناً. لقد تمزق الكيس وتبعثرت كل أغراضي. عزيزتي، لا عليك، سأتولى الأمر. لنرى، حتماً هناك شيء يمكنني استخدامه. حان وقت العمل لحل المشكلة. تدا، حقيبتك الجديدة جاهزة. واو، إنها مذهلة. حسناً، أنا ذاهبة إلى المدرسة. أراك عند العودة إلى المنزل. حسناً يا أنسة، أي حقيبة تريدين هذا اليوم؟ ليست هذه، إنها مملة وغير عصرية. ما رأيك بهذه الأرجوانية الصغيرة؟ أو هذه المصنوعة من الذهب؟ أجل، أريد هذه اليوم. خيار ممتاز آنسة إيما. تفضلي، أنا متأكدة أنك ستقضين يوما رائعا. أمي، انظري، هناك حفل مدرسي. يا إلهي، حسناً، لا يبدو هذا ممتعاً. لكن يا أمي، أنا بحاجة إلى شيء لأرتديه، أليس كذلك؟ فكرة جيدة، أعتقد أن هناك شيء يمكننا استخدامه. لنرى ما هذا. يبدو شيئا أزرق اللون. يبدو كقميص قديم. حسنا، ارتديه. حسنا، إنه مناسب على الأقل. يا لها من بداية، لكنه مغطى بأشياء يجب أن نتخلص منها. ابقي ثابتة، سأستخدم المكنسة الكهربائية للتخلص من شباك العنكبوت هذا. حسنا، إنها تعمل بشكل رائع. استديري الآن لننظف الظهر. القليل فقط و... أوقفيها! هي، ما هاللحظة؟ أعتقد أن هذا منحني فكرة رائعة. لدي هذه الربطة، سأجربها. سأضع الربطة في فوات خرطوم المكنسة بهذا الشكل، ثم سأستعين بقوة الشفط لتركيب الشعر، ثم ستنزلق الربطة. ممتاز، كانت تلك أسهل تصفيفة جربتها في حياتي كلها. أجل، أعتقد أنني مستعدة للذهاب إلى الحفل. شكرا جزيلا على المساعدة يا أمي. استمتعي. انتظري، نسيتي بطاقة الدعوة.
مرحبا جميعا، ها قد أتيت إلى الحفل. ها؟ صففت آني شعرها بضفيرتين، وبيتي أيضا، حتى ليام. لا يمكن أن أكون مثلهم، أنا من أحدد صيحات الموضة. هي أنت مصففة شعري، لذا يجب أن تجدي حلا لمشكلة هذا. حسنا، أقابلك في الحفل. من الجيد أنك أتيت، كلهم بتصفيفة شعر واحد. واو، أنت محقة، هذا غير مقبول، لكن لا عليك، أعتقد أن لدي حل لكل شيء. سأفصل خصلة من شعرك هنا، أضيف المزيد أيضا، وأكرر ذلك على الجانب الآخر. حسنا، تبدين أجمل بالفعل، لكنني لم أنتهي بعد. أضيف إليك بعض البهرجة، أزين رأسك بالمجوهرات. ممتاز، يبدو أن الوقت قد حان رسميا لانضمامك إلى الحفل. مستحيل، انظر إلى إيما، إنها مذهلة. أنا الجادة يا ليام، انظر إليها الآن. هوم، ملابس إيما رائعة. هل يمكنني الحصول على تسريحة مشابهة يا ترى؟ لدي هذه الحلوى، سألعقها قليلا و... لقد سقطت، تباً. أعتقد أن هذا ليس لي. أين وضعتها؟ ها، فار! ماذا؟ فار؟ في المنزل؟ يا إلهي! ها هي بلوزتي، لقد أتلفها الفأر الأحمق، لقد أحدث فيها ثقباً كبيراً. أمي، هل أنت بخير يا عزيزتي؟ هل أخافك الفأر؟ كلا، لكنه دمر البلوزة الحمراء المفضلة لدي. يا إلهي، إنه ثقب ضخم، لكن ربما يمكنني صنع شيء منها. حسناً، لدينا ثقب ضخم، لذا سنتخلص منه. قصصته فاختفى نهائياً. بقي لدي الآن ما تبقى من البلوزة للعمل بها. سأصنع المزيد من الشقوق. لا عليكي، سيكون ذلك ممتعاً. سأقص حول الياقة وأزيل هذا الجزء أيضاً، ثم سأواصل القص حتى منتصف البلوزة، لكن من الجزء الأمامي فقط وليس من الجزء الخلفي. سأطوي الحواف وأخيط شكلاً مموجاً. لا عليك، الخياطة سهلة، سأمرر الخيط فقط. انتهيت، سأربطها من الأمام لتحصلي على بلوزة قصيرة وجميلة. واو أمي، يدهشني حقا ما يمكنك فعله، تعجبني كثيرا. شكرا أمي. هو بقي شيء آخر، يجب ألا تشعري بالبرد. مهلا لحظة أمي، صنع الفأر ثقبا في الوشاح أيضا، فئران سخيفة، لا يمكننا التخلص منها، أليس كذلك؟ ما هذا؟ إنه فأر، ها هو. ماذا؟ سكب الآيس كريم على بلوزتي. آه، يا له من يوم سيء، علي الآن تبديل ملابسي. نرى. حسناً، لا تعجبني أي من هذا. ماذا لدي هنا أيضاً؟ أوه، من الرائع أنك هنا، هذا ممتاز، أنا بحاجة إلى مساعدتك. يا إلهي، إنها حالة طارئة، لنرى إن كان لدينا شيء قد يساعد. أوه، ما رأيك في هذا القميص الحريري؟ أوه، أجل، سيكون جميلاً. هي، لقد أخطأت هدفك. أوبس، كنت أريد أن ألبسك إياه وليس الكرسي. لا بأس، لدي شيء آخر جميل. هو، لن أعمل في التنظيف بعد الآن، تبدو جميلة جدا ولا يناسبني هذا العمل. عذرا، لكن لا تقلقي، لدي المزيد من الملابس البراقة. ما رأيك أن تدعيني أجربه بنفسي؟ هكذا، لا مزيد من الكراسي أو العاملات الأنيقات. نجاح، تفضلي، أعتقد أن هذه كافية. شكراً، أراك لاحقاً. يا له من نوم، لا أصدق كم هي سيئة في إلقاء ملابس، لكن كل شيء أفضل الآن، حان وقت الذهاب إلى الفصل. هكذا، أصبحت زينة البالونات جاهزة. حسناً، سأتحقق من الثلاجة، أعلم أن لدي وجبة خاصة وضعتها جانباً. هيا، لحسن الحظ وضعت عليها ملصقاً. سأضع الشمعات الآن. أهم، عيد ميلاد سعيد يا آني. ها؟ ما هذا؟ ماذا يحدث؟ حفل مفاجئ لي؟ بالطبع، عيد ميلاد سعيد، تمني أمنية. هي، أنا متحمسة لتناول كرم بعيد ميلادي، سأنزع ورقة. هكذا، لذيذة وطازجة، سأتناول طبقة أخرى الآن. عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي. أوه، لي أنا؟ حسناً، يمكنني تناول القليل. واو، انظري ماذا يوجد داخل رأس الكرومب، قطعة حلوى كاملة، هذا أفضل عيد ميلاد لي على الإطلاق. وهي بنكهة البرتقال أيضاً، إنها المفضلة لديك. صحيح، لكن من الأفضل مشاركتك إياها. انتهيت من تزيين الكعكة. دعني أرى، لا أدري، هل ستعجبها؟ عيد ميلاد سعيد يا إيما، تفضلي كعكتك. ماذا؟ أكره
هذه الكعكة ليس هذا ما أريده. أوه لا، هل يمكنك جعلها أجمل؟ حسناً، سأرى ما يمكنني فعله. ربما يمكنني وضع هذه الديكورات هكذا. انتهيت، كعكة فاخرة. إنها مختلفة حقاً، هل ستعجبها يا ترى؟ أو كاب كيك على كعكتي، أحبه كثيراً. أو سني. أمي، لما فعلت بي هذا؟ يا إلهي، لا 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 لا، حتما هناك شيء آخر يمكننا فعله. هو صحيح، إنها تحب الفاكهة الطازجة. أها، لابد أن هناك شيء يمكنك فعله بالمنتجات الموجودة في هذا الوعاء. أجل طبعا، أنا طاهٍ محترف مختص بالمخبوزات وأستخدم الفاكهة كثيرا. في الواقع تساعدني قطعة البسكويت هذا في عمل عدة تصاميم، سأستخدمها لتقطيع الفاكهة إلى شرائح. من سيرغب في تناول فاكهة مملة المظهر إن كان بالإمكان تناول الأزهار والنجوم بدلا منها؟ قطعتها جميعا وسأستخدمها الآن لتزيين الكعكة. وها قد أصبحت الكعكة جاهزة. مرحى، ما رأيك؟ برافو، إنها تحفة فنية حقيقية. عيد ميلاد سعيد عزيزتي إيما، وهذه الكعكة لك. أوه واو، أحب الكعك وأحب الفاكهة الطازجة. لذيذة جدا. حسنا، الأفضل دائما لعيد ميلاد ابنتي الرائعة. عيد ميلاد سعيد. لقد نفدت مني مساحة الرسم. أهلا، هل استخدمت كل ورقي؟ لا، لا يمكنني الرسم الآن. أمي، هل أنت بخير يا عزيزتي؟ لقد نفد مني الورق. لا تقلقي، شاهدي هذا. سأمرر جهاز الكي على الورقة وسيختفي الحبر. واو، سحر. والآن يمكنني الرسم. شكرا أمي. لا مشكلة يا عزيزتي، هيا ارسمي شيئا جميلا. انظري إلى دميتي يا أمي. هذا جميل يا عزيزتي. أشعر بالملل الآن. سألعب بهذا الدب المحشو بدلا من الدمية. لقد سئمت هذا. بروم بروم. أريد ألعابا جديدة. ماذا يحدث؟ أمك لا تحب الأصوات المرتفعة. هل لديك زر للإطفاء أو شيء ما؟ حسناً، خذي مفاتيح السيارة. لا بأس، تفضلي. فكرت في أن ذلك قد ينجح. سيكون هذا ممتعاً جداً. أوهو، وإنها لامعة جداً، وكلها لي. ليس لدي رخصة قيادة حتى. ضعوا أحزمتكم، ستكون هذه قيادة سريعة. السلامة أولاً، لنفعل هذا. روم. أنا أفضل سائقة على الإطلاق. بيب بيب، ابتعدوا عن طريقي. بيب بيب. واو، مرحبا، تفقدي سيارتي. إنها مذهلة. هل أنت بخير يا عزيزتي؟ أوه حسنا، فهمت الأمر. يا لها من سيارة فاخرة. ليت لدي سيارة مثل هذا، ليت كان بإمكاني فعل شيء. ها، ما هذا؟ هل هذه سيارة اللعبة؟ لابد من أن هذا يوم حظي. يمكنني إعطاء هذه لآني، لكنها تحتاج إلى قيادتها في مكان ما. أعلم وسأفعل. ضعوا تيشيرت أبيض على سطح مسطح، استخدموا قلم حبر أسود لرسم خط منحنى. افعلوا هذا حتى آخر التيشيرت. ارسموا خطا ثانيا لتصنعوا طريقا. والآن ارسموا علامات الطريق. وفور انتهائكم ابدأوا بتلوين الطريق. تأكدوا من التلوين حول علامات الطريق. حين تنتهون ستحصلون على شيء كهذا. حان الوقت لتشغيل محركات السيارات. يا آني، لدي شيء لأجلك، ولكن هذا ليس كل شيء. واو، طريق، هذا مذهل. بروم بروم. إنه كتدليك بسيط. هذا رائع يا أمي، هذه أسرع سيارة على الإطلاق، شاهدي هذا. أوبس. لا بأس يا عزيزتي، إنه مجرد ألم بسيط في الظهر. حفل في منزل ليلى، سيكون مذهلا. أو مرحبا يا فتيات، ابتعد أيتها الفاشلة. أو حتما لم يروني. أين نظارتي؟ هل يمكن أن يساعدني أحد؟ ما هذا الضوء؟ هل هذا لك؟ مهلا، هل يمكنك أخذ هذا الشيء؟ لا أصدق أني كنت أحمله. يجب أن أتعقم. ها
هذا أفضل. واو مرحبا يا أصدقاء. آلي لنلتقط صورة، ابتسموا. أنتم الأفضل. ها ماذا يحدث؟ طائرة مروحية، من هذا؟ شكرا على الجولة، أحب لفت الأنظار. الثراء صعب فعلا. هذا درس ممل. هاي انتباه، اختبار الرياضيات، أنا أعد الملف حسب. لا يهم أنا مشغولة، آمل أن أنجح لقد درست طوال الليل. لا أريد أي كلام، ها هو الاختبار. هيا بنا. لدي أشخاص يؤدون الاختبار عني. أوه جيد، جميل جدا. أوه نجحت، شكرا لك. وأشكرك على السيارة الجديدة. سأخرج. صعب جدا لكني تمكنت من حله. انتهيت. يستحق الملف فعلا. أيتها المعلمة يمكنك استلام ورقتي. شكرا. هذه مضيعة للوقت. حسنا وضعت الدرجات. دهشت بنتيجتك يا إسي. واو ممتاز، مذهل، شكرا لك. جيد، كيف هذا؟ هاي لم أدفع لك كل هذه النقود. أوه لا أعرف ماذا أقول. هذا مزعج جدا. مرحبا أبي، أريد طالبا مجتهدا آخر. سأضع هذه في خزانتي، يجب أن أحضر قفلا. ها غرفة سرية، لم ألاحظها من قبل، ربما علي إلقاء نظرة. واو واسعة جدا. أوه يبدو المكان مريحا، أخيرا مكان للدراسة والقراءة. واو لم أكن أعرف ذلك، سأتي إلى هنا أكثر. واو مرحبا إلي. أوه لماذا؟ وكأني سأتحدث إلى جاستن. لا أفهم أي من هذه، أريد وقتا لنفسي. لحسن الحظ لدي مكاني الخاص، سأدخل ببطاقتي الذهبية، هذا أكثر ما أحبه. مكان سعادتي. وقت المرح، يبدو هذا مثيرا. واو كأنه حقيقي. أنا بحاجة للاسترخاء، هذه أحدث تدابير السلامة، علي الحذر. أخيرا وصلت، تفضلي. أكره تحدث المساعدين إلي، أريد تدليل نفسي. سأضع لك قناع للوجه، أفضل قناع على الإطلاق، مصنوع من الذهب، ستبدو بشرتك أكثر تألقا. هذا مضحك، فهو يكلفني ذهبا فعلا. تفضلي. أحب عملي. لماذا ما زلت هنا؟ هذه الحياة. لا أدري ماذا سأكل، هناك الكثير من الخيارات. لكن يا أبي أريد يونيكورن. هاي هنا، سأحضره حالا، احرصي على فعل ذلك. تفضلي بالهناء والعافية. لم علي الجلوس بجوارها؟ لا لن تفعلي. هذا سيء. هذا مثالي. طعامك سيدتي، أملك ذوقا فاخرا. لذيذ ولا يناسب الجميع. ماذا؟ هاي أنت، تعالي إلى هنا. نقودك سيدتي. لذيذة. ماذا؟ لا أصدق. ذهب لذيذ. سخيفتان. أنا جائعة جدا، أريد شيئا لتناوله. لكن ماذا؟ لا كثير من الخيارات، وجدتها.
هذا اللون مناسب لي، سأبدأ بالصيد. جميلة وطرية. أعتقد أن هذا طعام سريع. جميل وسهل الصيد. يا لها من تحلية. أحب العناكب. ماذا؟ نسيت هاتين الفتاتين. علي أن أجد وظيفة أخرى. ما هذا؟ نمت جيدا. حان وقت الاستعداد. لا ماء. لماذا سأغسل وجهي؟ سأنظف أسناني على الأقل. ما الحاجة لفرشة الأسنان؟ رائحة النعناع المنعشة. حسناً، ستفي بالغرض. ماذا سأرتدي؟ حسناً جميل. جيد، سأذهب الآن. لا لا، ذلك اليخت صغير جدا. أشرقت الشمس. أحتاج فكرة مبتكرة. واو، جيد. هاي، انهضي. ووهو، حسنا، لن تقاوم هذا. ذهب. يا له من حلم رائع. أحسنت صنعا كالعادة. إنه عملي. وداعا. حل الصباح. أين هاتف المكياج؟ أريد مساعدتك. ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ ضعي لي المكياج. سيكلفك هذا عين النقود. حسنا، خذي. حقاً؟ مستحيل. هل علي فعل كل شيء بنفسي؟ هذا ممل. حسناً، أعتقد أننا مستعدون للبدء. هاي، انتبه. أول خريجة هي شارل. معجبين المخلصين. تخرجتي لأن والدك اشترى لنا مسبحا. تهانينا. لم تلمسني؟ لا أحب هذا، سأغادر. لنصفق لشيرل. التالي يا إلي. احرص أن يلتقط المصور صورا جميلة. تفضلي شهادتك. مرحة، فعلتها. بكل تأكيد. وقت سيلفي. هذا جميل. حسناً، انزلي عن المنصة. وأخيراً آسي. أنا سعيدة جداً. إليك هذه الورقة. هذه؟ وعدت نفسي ألا أبكي. تعالي إلى هنا. تمالك نفسك يا كيفن. تستحقين هذا يا آسي. واو، منحة. ووهو، يا آسي. هذا أفضل يوم على الإطلاق. سواء كنت ثرية أم مفلسة، هناك بعض الحيل التي يمكنك الاستعانة بها. لا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو.